السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بلال جدالله لتسويق الأراضي الزراعية بوادي النطرون وطريق مصر اسكندرية الصحراء. مبدئيا كده نصلي على النبي مع بعض ونتفرج مع بعض على القطعة دي. القطعة دي 12 فدان موجودة على طريق مصر اسكندرية الصحراء، ده المدخل بتاعها زي ما احنا شايفين كده، ودي البوابة بتاعتها. الأرض ليها مدخلين، مدخل خاص بالمزرعة ومدخل خاص بالفيلا. الفيلا دي عليها سور داير ما يدور في حدود فدان. الفيلا مباني على مساحة حوالي 230 متر. حواليها دي الحديقة اللي حضراتكم شايفينها، دي فيها شجر نخل، فيها شجر زينة، ونتفرج عليها مع بعض إن شاء الله. الأرض دي في الكيلو 72 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بينها وبين طريق مصر اسكندرية الصحراوي 2 كيلو و200 متر، يعني أرض بالظبط 5 دقايق من الصحراوي تكون في قلب الأرض. دي الحديقة بتاعتها زي ما احنا شايفين قدامنا، ما شاء الله دي نخل، والأرض مزروعة بالكامل نجيلة، والمشيات بتاعتها انترلوك، محاطة بسور. موضوع الخصوصية داخل المزرعة نفسها برضو، المزرعة منعزلة عن الفيلا والإنشاءات اللي موجودة فيها. دي شواية، وده فرن بلدي، ودي برجولة، فرضيات كلها انترلوك، ودي في المدخل الخلفي للفيلا. ده مدخل المزرعة نفسها، جزء الزراعة اللي قدامينا ده عنبر ممكن يستخدم كمواشي أو دواجن. البيت اللي هناك ده بيت للعمال، بيت بدورين. ودي ما شاء الله طبيعة الأرض والزراعات اللي موجودة في الأرض. أرض متشجرة بالكامل، زيتون عمر 4 سنين منتج، أرض بالكامل مزروعة فول ما بين الشجر وبعضه. ودي أقصى استفادة ممكن أي حد يستفيدها من الأرض في مرحلة الشجر في العمر ده. الأرض فيها مخزنين ومعاها عقد أخضر ملك نهائي، فيها المية، فيها الكهرباء، فيها شبكة الري. اعمل متابعة للصفحة معانا ويوصلك كل جديد إن شاء الله.